تسجيل صوت مسرب بين الفريق الركن ناصر غنام والنائب عن حزب الحلبوسي. ماذا يجري في الأنبار؟ كلام، لا تحرف الكلام، لا تزايد علي بالكلام. أنا أسألك، كانت التقاعد منها ملايين ومليارات تروح شهرياً، ومؤسسة الشهداء تروح منها مليارات وملايين، وين كانت هاي الفلوس تروح؟ لا زايد علي، أبد لا زايد علي. موضوع آخر، أنت اليوم ممثل بالبرلمان، وأنا دحت وياك قدام العالم، واتهمت ضابط موجود بالشرطة مال أنبار، عنده 4 من عائلته مزورين، ليش ساكت أنت عنه؟ ليش ساكت أنت عنه؟ ليش ما تطلع بالتلفزيون وتحكي إذا أنت صدق ضد الإرهابيين وضد السارقين والمزورين؟ ما تطلع تحكي؟ لو بس فالحين أنتم تحكون تتهمون الناس الشرفاء اللي يطلعون المزورين والسراق. ما تقدر تجاوبني أخويا، ما تقدر تجاوبني. أنا أعرف السبب شنو، والناس اللي قاعدين يسمعون يعرفون شنو السبب. ما تقدر تجاوب، بس أنا أحكي براحتي أخويا. أنا ناصر غنام أحكي بالتلفزيون وأحكي هنا، وأنا بالنسبة لي والله ما أخاف بس من رب العالمين، أبدا ما أخاف بس من رب العالمين. واللي ماسكني وما مخليني أكمل ما موجود بجعبتي هو التزامي بالضوابط العسكرية والأوامر العسكرية مالتي. ولكن يجي اليوم وسجلها علي أنت وأبناء الأنبار، والله العظيم كل واحد لحظ 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 طينته بقصتك. قمنا نخجل، قمنا نخجل، عندنا ملفات مخزية، أنا عندي ملفات مخزية. أنا بالنسبة إلي اشتغلت قائد عمليات الأنبار، كل الشغلات اللي العوجة اللي كانت تصير بمحافظة الأنبار موثقة عندي من خلال عملي، كلها موثقة عندي. ولكن قلنا نستحي، ما نقدر نحكي، لأنه ما بقى عندنا وجه قدام العالم نحكي، ما بقى وجه عندنا. ليش ما طلعت انتقدت الموظف بالتقاعد اللي يحاول يبتزل امرأة بشرفها حتى يكملها المعاملة؟ شو ما طلعت حكيت تقول والله أنا ما شفت بعيني 400 معاملة، ما شفت بعينك، يعني كله كذب الحكي، يعني هيئة القضاء تكذب، مجلس القضاء تكذب.